مساء الخير عليكم، اهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة معانا من هي وهو. النهاردة الحلقة مختلفة تماما عن كل الحلقات اللي فاتت. النهاردة هنتكلم عن موضوع شيق جدا، كلنا بنبقى نفسنا نعرف انا برج كذا هتوافق مع برج ايه. فاحنا النهاردة علشان نقدر نساعدك ونساعد حضرتك في ان انت تعرف برجك وانت تعرفي برجك، هيكون معانا حلقة قوية جدا من الابراج. بس احنا مش هنقول توقعات، لان احنا مش جايين نتوقع، احنا جايين نحلل كل شخصية من الابراج، كل برج وليه تحليل، ويا ترى هيتوافق مع مين ومش هيتوافق مع مين. عشان كده النهاردة هنتكلم في موضوع مهم جدا، عايزين الكل يقعد معانا ويسمعنا عشان نقدر نفكه ونستفيد. واي حد عنده اي سؤال عن اي برج هيكلمني، ومعانا الدكتورة هبة هتفيدنا في كل حاجة. النهاردة هنستضيف الدكتورة هبة أبو السعود هتفيدنا في الأبراج. فاصل وانتظرونا. ورجعنا تاني، وأحب أرحب بضيفتي الأستاذة هبة. أهلا وسهلا يا فندم، شرفتيني. كل سنة وحضرتك طيب. نبدأ بقى من الحلقة بتاعتنا. تمام. عايزين أول حاجة نسأل حضرتك، هناخدك من أولها أسئلة. ماشي، تحت أمرك. عايز أسأل حضرتك اختلاف الأبراج ما بين الرجل والست. طيب الأول، في أول كلام نقول كل سنة وكل الأمة العربية وخصوصا طبعا مصر بخير يا رب وسلام، وإن شاء الله العام الجاي يبقى عام سعيد وعام كله رخاء وكله خير علينا كلنا يا رب. يا رب إن شاء الله. العالم الأبراج عالم ملوش آخر، بيصنف لحاجات كتير. طب احنا هنتكلم النهاردة بقى باستفاضة قوي عن البرج. تمام. هنتكلم البرج بيتكون من 30 يوم، منهم عشرية أولى وعشرية تانية وعشرية تالتة. طب بتختلف عني في ايه، او ايه اللي بيميز العشرية دي عن العشرية دي عن العشرية دي؟ الملامح، ملامح الشخص. فالبرج بيبقى فيه ثلاث شخصيات بصفات تانية خالص، غير يعني مختلفة عن التانية. دي هتبان ازاي هنتكلم فيها برضو اكتر واكتر، هنوضحها. تمام. طيب احنا عايزين نسأل حضرتك ايه علاقة او ايه الفرق، مش العلاقة سوري، ايه الفرق بين برج السرطان في الراجل وفي الست؟ كل برج بيختلف ست عن راجل في التحليل الشخصي. كل الابراج. الست لها صفات ولها مميزات ولها ايجابيات ولها عيوب. ستات غلابه. لا بس جدا. مش كل برضه في نوعيه ستات فعلا يعني بيبقوا متمردين شويه، عناديين شويه، يعني اكيد كلنا مش مصنفين زي بعض. والراجل برضه في البرج له صفات تانية خالص، مش بس كده، حتى الطفل له صفات، اما بيكبر يبقى شاب له صفات، بعد الجواز يبقى له صفات. الست في السرطان في عشرية وعشرية وعشرية. في عشرية ست هادية جدا جدا ومطيعة جدا جدا وام حنينة فوق ما تتخيلي، تحب بيتها، تحب ولادها، تحب دي برج جزها. معين؟ لا دي في السرطان عشرية معينة، السرطان. بس بتعرف اكتر عندي بالملامح، وده جديد بقى على فكرة. وبرج السرطان يعني انا بتكلم عن نفسي بقى، برج رائع فعلا. هي كل لا حاجة. هي بصي يعني هي حبيبة رائعة، ام رائعة، زوج رائع بجد والله فعلا. وكمان فيها كمان حته الجدعانه والرجول، على قد ما احنا هنا جدا، بس برضو في عشريه، يعني في عشريه في السرطان تحس ان الست ان هي يعني انت قاعده مع راجل، يعني تحس انها راجل بالافعال وبالكلام وبالتصرفات. انما في عشريه في السرطان تختلف عن عشريه تانية. دي بالنسبه للست في السرطان، في المطيعه قوي قوي والحنونه قوي قوي. وزي ما بقول لحضرتك ام حنينه جدا. ست عاقله وكمان في نفس الوقت ذكيه، تعرف ازاي تتعامل وتتعامل مع اللي قدامها، وبالذات راجلها. بالذات راجلها، لا عارفه ازاي تكسبه بالكلمه الحلوه وبالحنيه وبالطريقه. ست بيت شاطره. وست بيت شاطره وتحب الاكل جدا على فكره. جدا. بتحب الاكل وذواقه، يعني وتحب تخلي جميع انواع الاكل او تحسس جوزها ان هو ست سيئه. ايوه لا دي طبيعه. لا هي فعلا طبيعتها كده، وبعدين ده ذكاء من الست. يعني لو هنتكلم بقى كمان على علم النفس، ده ذكاء من الست. بس هل برج السرطان في الست افضل برج الراجل يعرف يتعامل معاه؟ هي يعني افضل برج في حاجه، انها وزنه ما بين الحياه العمليه والحياه الرومانسيه.
يعني في الحياه العمليه تلاقيها لا ست بتسد بجد، ست راجل ست بجد، راجل زي ما فعلا راجل بجد، تقف جنب صاحبتها، تقف جنب راجلها، تقف جنب ابنها، تقف جنب والدها، يعني مش من الستات اللي تتخلى بسهوله. ففي الحياه الرومانسيه او في الحياه الشخصيه لا، عارفه تقودها صح، تقودها مع هي رومانسي جدا جدا وذكيه. ما هي ست ذكيه اللي بتوزن ما بين الحياه العمليه والحياه الشخصيه، فبالتالي بتدي حياه ناجحه. انما في ست تانية بعض الابراج زي مثلا برج الدلو في عشريه، وبالاخص من 20 واحد او من 22 واحد ل 27 واحد بتبقى ست عمليه جدا، عمليه جدا، ما تف يعني ما تف حتى معلش ما عندهاش حتى فن التعامل مع الاخرين، رغم انها طيبه جدا. كست رغم ان هي طيبه جدا. احنا بنقول ستات طيبين وكويسين. لا هي طيبه جدا، بس للاسف ان هي يعني ايه عمليه قوي، فبالتالي تلاقيها ناشفه قوي. بتحب الحياه العمليه اكتر من الست الرومانسيه. ربنا خلق لها حته الحب زاده شويه في قلبها، تلاقيها سهله وسلسه كده معاكي وتتكلم حلو، حتى تطبطبتها تلاقيها حنينه كده. الست العمليه للاسف بتبقى واخده طبع الشارع وطبع الرجوله يعني. حتى تلاقيها ناشفه حتى في التعامل مع اللي قدامها، ما بتعرفش تتكلم. ما بتعرفش تتكلم. لا لازم ان انت تبداي معاها بالحديث والكلمه على قد الكلمه، واحيانا بتبقى صامته لانها بتخاف ايه تبوظ الدنيا بالكلام، فبتصمت خالص، بتسكت. وعمليه جدا يعني، لا يعني هي يعني تشتغل وتدي وتجيب فلوس ودي حياتها. الحياه الشخصيه عندها شويه لا، رقم اتنين بعد الحياه العمليه. دي بعض الانماط مثلا من البشر في بعض الابراج كست. برج الدلو. في بقى في برج سرطان، نرجع لبرج سرطان، في عشريه معينه بتبقى برضو يعني طيبه جدا جدا، جدعه جدا، بس جدعه بزياده قوي، ان هي واخده طبع الرجوله بجد. لحد تلاقيها ناشفه حتى في التعامل كده، لا يعني ايه قلبت راجل شويه، ايه يا عم ايه كده يعني. ودي انا بلاقي منها كتير جدا لما في حالات بتتواصل معايا، يعني امهات اشتكتني. اجدع برج تتعاملوا معاه برج السرطان بالنسبه للرجاله، عشان استاذه حبيبه من السرطان. استاذه حبيبه السرطان. لا في بقى من الرجاله، شوفي الاختلاف بقى، في عشريه من الرجاله بصي عصبيه فوق ما تتخيل. سرطان؟ عارفه اللي هو ممكن يبوظ كل حاجه، يعني انتوا خارجين خروجه وخلاص متفق على كل حاجه، وبس في حاجه بسيطه كده كده يعني ما اتعملتش صح، يا نهار بيقول لك انا مش خارج، خلاص الدنيا كلها باظت معايا وبوظ الحقيقه بسبب حاجه. بس ليه حاجة هو بصي بسيطة. هو شخص يعني ايه مظبوط قوي ودقيق قوي، بس انثى السرطان غير لا غير خالص خالص. ممكن يشتركوا ببعض الصفات اللي هي الجدعانه، اللي الطيبه، حب الاهل كمان، فيك بيميلوا قوي للحياه اللي هي البدائيه قوي. مش هي مسؤوليه. لا يعني ان البنت تلاقيها فعلا طالعه من بيت باباها اصيله مؤصله، وعايزه جوزها يبقى زي باباها. أيوة الراجل السرطان بيبقى عايز برضو زوجته كام. أيوة تانية بالزبط. عايز ام تانية، مش زوجة تانية، عايز ام تانية. زوجة طيبه، ام كويسه جدا، عارفه حقوقها وعارفه واجباتها. برضو راجل السرطان في حته كده ان هو بيميل قوي للحاجه الطبيعيه، يعني يحب الست على طبيعتها. واساسا برج السرطان بيحب يكون على طبيعته هو، ما بيتصنعش. لا ما يحبش يتصنع ابدا. حتى اما بيزعل ما بيحبش يعمل مشاكل لنفسه، بس ممكن يعمل عشان حد تاني. يعني ممكن اتخانق مع حد كجدعانه عشان صاحبي، بس انا ما احلش مشاكلي وما اعرفش اتخانق عشان نفسي. ولما بيزهق خالص ويلاقي الدنيا جايه عليه بيفضل العزله، انما ما بيحبش المشاكل نهائي، بيعتزل مع نفسه. لما يهدى يبدا يتعامل مع المواقف بقى. طيب معانا اتصال. استاذه منى. الو السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا بيكي. كلكم طيبين. حضرتك طيبه. ممكن اقول البرج بتاعي لو سمحتي؟ اتفضلي. 4/9. 4/9. 4/9. طيب حاضر. كل حاجه والنبي عليه. حاضر. هنقول لحضرتك دلوقتي خليكي معانا. طبعا برضه انا هقول حاجات مبدئيه، لان قلت عشريه وعشريه وعشريه بتختلف بالملامح، بتبقى واضحه قدامي اكتر، بس هنقول حاجات مبدئيه. 4/9 عموما كرجل، في عشريه فيهم عصبيه جدا. 4/9 ده برج ايه؟ ده برج الميزان. الميزان. من 4/9 لحد كام؟ من 4/9 ل 21/9 او 22/9. من لا هي من 20/8 من 20/8 ل 21/9 ده العذراء. العذراء. او يعني من 20/9. استاذه منى برج العذراء. لا هي 4/9. 4/9. انا معلش انا اتلخبطت يا استاذه منى، انت لخبطتيني.
انت برج ايه يا استاذه منى؟ لا ده العذراء، انا اسفه معلش، ده العذراء. اه العذراء والعشريه العشريه الوسطانيه من شهر 9 او من برج العذراء. بيمتاز بايه بقى؟ برضو هو شخصيه كويسه جدا جدا، شخصيته جدعه جدا، عارف بيعمل ايه وعارف الواجبات واللي عليه ايه، وسهل سهل ان انت تشكليه. بس هو يعني عايز حاجه معينه في الست اللي قدامه. الست اللي قدامه لازم أن تكون يعني بصي ذكيه معاه في التعامل، لا ذكيه ومش شرط تكون مطيعه، على قد ما تكون عارفه اللي ليها واللي عليها. يعني حتى لو مش هتطيع ده للست. طب احنا نتكلم عن الراجل. الراجل العذراء زي ما بقول لحضرتك كده بيحب الست اللي هي مش مطيعه، بس تبقى عارفه اللي ليها واللي عليها. تاني حاجه عنده حته حلوه قوي بالذات العشريه اللي هي الاولى من 9 دي. ما بيقتنعش باي حاجه، ما بيقتنعش غير ان ربنا موجود، فاللي ربنا كاتبه هشوفه. كل ان يصيبنا الا ما كتبه لنا. انت تقولي له لا حاذر، لا في كذا، يقول لك لا انا ما بقتنعش بالكلام ده. حتى ممكن كمان ما يصدقش حتى في بعض التفاسير الابراج والحاجات دي، يقول لك لا انا انا مع ربنا. انا ليا الحقيقي والواقع. فشخصيه جميله جدا. في حاجه كمان جديده انا كنت ضايفاها على البحث من ضمن العشريات، العشريه بتاعت زوجها دي معاه ملكه نعمه ربنا بيديها له. والله يعني حتى في الملكات او في النعم بترتبط مع تاريخ الميلاد. معاه ملكه حلوه قوي ان هو ربنا بيديله شفافيه او بصيره في المنام. بيشوف حاجه، بيشوف اللي هيحصل قبلها بيوم او باتنين او حتى لو بسنه في المنام بالظبط، اكنه شايف فيلم. وهيقوم تاني يوم يحكي. فدي من ضمن الصفات الحلوه جدا اللي فيه. ليه؟ لانه تملي عنده شفافيه مع ربنا جدا جدا جدا. طيب معانا اتصال. الو الو، لو سمحت انا ياسر، مواليد 1/5. مواليد 1/5 1/5 78. كنت عايز اعرف يعني 1/5 بالنسبه للجواز والشخصيه بتاعتي والعمل بتاعي. هنحلل شخصيتك دلوقتي يا استاذ ياسر. حاضر. والجواز برضو. تمام والجواز ماشي. تمام. 1/5 ده برج الثور. برج الثور. اول عشريه في شهر 5 دي برضو تبقى عشريه ممتازه جدا. هو بيبقى برضه راجل طيب جدا، مثقف جدا، يحب يقرا كتير، يحب يبقى عنده معلومات، ما يبقى قاعد في مكان ما يحبش حد يتغلبه بالمعلومه، لا تملي عايش، يحب ان هو يكون على طول دايما على طول بيقرا وبيتصفح يعني وبيعرف. غير كمان ان هو ما شاء الله هو ممكن يكون مش جذاب جدا في الشكل، بس جذاب جدا للي قدامه. يعني يمكن مش هقول جميل قوي في الشكل، بس سبحان الله كل اللي بيقعد معاه بيحبه، وخصوصا النساء. حبوب. بجد والله حقيقه، خصوصا النساء لو راجل. يسمع ويسمع كويس قوي من اللي قدامه. ويحكم بعقل جدا، حكيم جدا حتى في تصرفاته وفي حل مشاكله ومشاكل الاخرين. لا ربنا مديله حته حكمه كده جميله قوي قوي، مش متوفره في اي حد تاني ما شاء الله. تملي عايش، بصي عنده طموح فوق ما تتخيلي، طموحه ما بيقفش، وعايش حياه، اللي بيقول لك عايش حياه فوق حياته او عايش حياه غير حياته. هو دي الشخصيه دي، عايش حياه غير حياته. بيأمل تملي في الاحسن وفي الافضل، ويحب اهله جدا جدا. ويبقى عارف فضل والدته بالذات، والده ان والدته تعبت عشاني وكده. فانا كمان حلوة. ارد صفاته، صفاته جميله حلوة. جدا كمان. وبعدين شخصيه هاديه. في بعض فيها مش يعني في سلبيات، ان هو بس يعني احيانا يكون سلبي. كل الابراج فيها سلبيات. هنتكلم فيه. هو سلبي بس شويه، الاسئله اللي جايه سلبي شويه، بمعنى ممكن يسيب الدنيا عادي وما يكبر دماغه بس في حته تسامح، تسامح عنده بزياده، ان حتى لو انا زعلان منه ومخصمه ومبهدله ولقاني في كربه او في محنه، اول واحد يقف جنبي. تمام. معانا اتصال. نقول الو. استاذه ايه؟ طب معانا استاذه بوسينه. ايوه بص، عاوز اسال على 26/12. 26/12 ست ولا راجل؟ ست ولا راجل؟ انا ست. طيب ماشي، هنرد على حضرتك حالا. 26/12 ده برج الجدي، في اوائل برج الجدي. كست بقى في الايام العشريه الاولى من شهر، من دي العشريه الاخيره من شهر 12 والعشريه الاولى من برج الجدي. هي برضو بصي هي ست كده، عارفه ست لطيفه كده، ست لطيفه وست هاديه، بس ايه فيها حته يعني فيها عيب، يعني عايزين لازم ناخده في برج الجدي لازم يعني السيدات تتملكوا شويه وتحاول تغيروا.
تتملك هي أو متمردة يعني. شوية متمردة أو على اللي قدامها. ليه كده؟ ليه؟ غير كمان لا وغير كمان إن هي إيه من الشخصيات اللي ممكن ما يبقاش لها عزيز أو غالي. يعني أنا زعلتك خلاص بعد كده يا دكتورة ما تلزمينيش نهائي. ماشي. لا ما احنا ممكن نقول ما عندهاش تسامح. لا ما عندهاش تسامح لان لان كرامتها عاليه قوي عندها. كرامتها غاليه جدا. عندها حته كبرياء صعب قوي. ما هي تملي اللي بيبقى واثق في نفسه بزياده وهي عندها ثقه بنفسها زياده جدا. تملي بيبقى عنده حته يعني النشغان والجبروت شويه. عايزه النفس. وعايزه النفس. تمام. انه ما يتاسفش ما يعملش ما يقولش. برضه هي من الناس اللي ربنا مديها ملكات حلوه جدا جدا. ما بتحلمش كتير خالص. بس لو حلمت حلم خلاص هي عارفه ان هو هيصحى يحصل. هي بتحصل ما بتحلمش خالص. حلم كل فين وفين بس بتبقى رؤيه صحيحه. دي برضو من ضمن الملكات. عندها شفافيه مع ربنا لان الايمان عندها عالي جدا. يعني ما بتهبش من اي شيء. لو اديتيني قمه كل الوباء وكل اللي هيحصل. ما عندوش غير عيب واحد، عدم التسامح، لكن كل مميزات. لا عدم التسامح ما بيتسامحش وواثق من نفسه بزياده قوي. ده اللي بيخلي الكل ساعات ينفر منه. بس لما يتعامليه تلاقيه كويس جدا. ما بيعرفش اي حد، ما بيتكلمش مع اي حد. له ناس معينين. حكيم جدا برضه في تصرفاته. من النوع اللي ممكن يبقى قاعد ساكت كده ما تسمعلوش حس في البيت. بس واعي بكل شيء. وعلى درايه بكل شيء ويقدر يحل احسن من اي حد. كمان. تمام. طيب هناخد سؤال تاني وهنسال حضرتك. هنقول ايه اصعب برج في التعامل بشكل عام على كل الابراج؟ اصعب برج في التعامل لو كراجل برج الجوزاء. دي اولهم. برج الجوزاء صعب جدا. صعب التعامل جدا. تلات عشريات. راجل ولا ست؟ لا راجل. راجل. راجل برج الجوزاء كراجل. يا جماعه صعب جدا. صعب جدا في التعامل. راجل مش ست. تمام كملي. الست فيها عشريه وعشريه. يعني الست فيها عشريه تبقى صعبه جدا شبيهه بالرجل، وعشريه تانية لا تبقى متهوده شويه. انما الراجل اللي على التلات عشريات صعبين جدا. يعني برج ملوش مثيل. الجوزاء. وفي عشريه من برج الاسد. وليس كل برج الاسد. في عشريه من برج الاسد اللي بيتمتعوا بملامح كبيره شويه. ملامحهم بتبقى فعلا ملامح اسد ضخمه جدا كشفايف. ده برضه صعب التعامل معاه جدا. شبيه بالجوزاء. يبقى الجوزاء واخد رقم 1 في عدم التعامل معاه، او مش عدم التعامل، صعب التعامل معاه. وبعديه على طول برج السرطان. معانا اتصال استاذه شيماء. الو. الو. ايوه اتفضلي يا فندم. ايوه 12/2. 12/2. حاضر. ست و25/11 راجل. طب ممكن تمام اكتب احنا حفظنا. طب ماشي اتفضلي. قولي كده تاني معلش. ايه؟ 2 كام؟ 12/2. 12/2. دي دلو. دلو. والتاريخ الثاني كام؟ 25/11. ده قوس. قوس. طيب ماشي يا استاذه خليكي معانا وهنرد على حضرتك دلوقتي. 12/2 ده برج الدلو. الدلو. للست. وكمان العشريه الوسطى في شهر 2. دي بقى دلو اهي بس تختلف في الصفات عن العشريه اللي انا قلت لحضرتك عليها في اول واحد، اللي هي العشريه الاخيره من واحد واول عشريه في الدلو. دي تختلف في ايه بقى؟ هي ست بتوزن ما بين الاثنين. ازاي؟ هي عمليه جدا. تحب الافضل والافضل. تحب لو في ده ما في حاجه هتدخل لي دخل اكتر وهتدخل لبيتي ولجوزي اكتر. ده ماشي. ده اللي احنا اتكلمنا عليه في اول الحلقه ان هو عملي جدا. عملي جدا. بس دي العشريه دي من برج الدلو برضه. بس عشريه مختلفه. تمام. هي عمليه بس في نفس الوقت عندها ذكاء. وعندها هدوء نفسي وهاديه ورومانسيه ورقيقه. وبرضه عارفه ازاي كشبيهه ببرج السرطان كست عارفه ازاي انها تتعامل مع زوجها. وبصي بقى عليها تاخده يعني تاخده بيقول لك تستقطبه كده عليها. تاخده على ايوه تستقطبه عليها كده بس بذكاء. حتى لو هتمثل مش مشكله. أيوة. بس هي عندها يعني هي فكره ان انا ايه ذكي. ودي برضه ده ذكاء ان انا احتوي اللي قدامي وما اعملش مشاكل. او امتص غضب الشخصيه اللي قدامي. دي ميزه كبيره. لا جدا. دي ذكاء جدا. كل الشخصيات جدا على فكره. كمان. وغير كمان ان هي عندها حته التحرر شويه. يعني بتميل قوي للثقافه الغربيه او للحريه الشخصيه بزياده. او اللي ايه يعني ما بتحبش نشافين العقل. يعني يقول لك ايه انت عقلك انا مش كده في فكره. تحب التجدد والتغير والتطور. تملي تحب وتحب الراجل بتاعها يبقى زيها. ما يبقاش على فكر واحد.
لا يعني ايه يتعامل معاها على حسب عقلها وفكر او فكرها ويلعب على نقاط الضعف اللي فيها. تمام. طب 25/11 القوس ال 25 القوس كرجل برضو في عشريه وعشريه وعشريه في عشريه فيهم كتير قوي. طيبه جدا في عشريه فيهم فوق متخيل طيبه جدا تحب بيتها واولادها وخصوصا لو رجل يحب البنات قوي عن الصبيان حنان جدا على اولاده من النوع اللي ما يقدرش عارفه ما يقدرش حتى يبص للعيل كده يعني يصعب عليه وفي نفس الوقت كمان الاطفال تحبه جدا يا سبحان الله اي طفل يشوفه يحبه الطفل بيحس باللي قدامه يعني برج القوس نقول اعظم برج او احسن برج نقدر نتعامل معاه وفي سلس جدا طيب سلس جدا في التعامل جدا ما يحبش يزعل حد ما يحبش يجي على حد ممكن حتى برضو يعني برضو من ضمن العيوب يعني على قد ما صفاته جميله جدا فيهم عشريه عارفه اللي هو الرجل الاليف اللي ما يحبش لا العنف ولا الخناقات كل عيبه بس حاجه واحده ان هو سلبي بعض العشريه برضه عشان ما نقولش كله سلبي شويه متردد ما بيعرفش ياخد اتخذ قرار ما عندوش اتخاذ قرار لا ما بيعرفش يتخذ قرار بسرعه ممكن في حته ان انا بسيب كل حاجه على ربنا فدي ساعات بتبقى ليها ميزه وساعات تبقى ليها عيب يعني ساعات ممكن يسكت عن حقه ويسيبه بيحب اهله جدا وممكن يسيب حتى حقه لاخواته يقول لك مش مشكله ربنا هيعوضني بس انا ما اخسرش اخواتي او ما اخسرش اصحابي يحب اصحابه جدا جدا يحب الخروج يحب الضحك حتى له طله معينه كده يعني تملي بيضحك اولا في عشريه فيهم عارفه اللي هو الفكاهه اللي تحس ان انت قاعده كده مع حد طول الوقت بس هو بيضحك فيه عيب خلي بالك انا يعني برضو عايزه ما بيحبش الزن لا ابدا بصي ما بيحبش النكد ابدا يعني لسه بقول لحضرتك بيحب الضحك يحب هو اصلا كمان انسان عفوي بطبعه يعني ممكن يخش اي مكان يبقى له طله كده ويضحك ويخلي المكان كله يملى المكان كله بهجه هل هو بيحبش الزن بيجذب بكل الناس اللي موجوده في عشريه فيهم بتجذب اللي قدامها ليه من طيبتها وعفويتها عارفه انت بتتعاملي مع طفل صغير مش مع رجل كبير يضحك يهزر يبقى زي الطفل كده يقول نغشات يقول حاجات ففي ستات كتير تحب كده في مسج جانا دلوقتي من استاذ عمر عايز بيقول 24/3 عايز يعرف برج ايه ويعرف صفاته 24/3 كراجل برضو كراجل طيب 24/3 برضو كراجل دي العشريه الاخيره من شهر 3 والعشريه الاولى من برج الحمل تمام يعني بصي هي اولا هي الشخصيه الفارس عارفه اقول لك شخص فارس هو برج ايه بقى هو ده برج الحمل الحمل ده بدايه برج الحمل 24/3 برج الحمل العشريه الاولى من برج الحمل شخصية الحالمة الفارسة اللي هي يعني ايه بصي طول ما انت معاه لا مش حبوب كمان هو طول ما انت معاه حاسه بامان بامان لا بصي رجل بمعنى الكلم دول اللي اتقال عليهم كرجل فيهم عشرية اللي يقول لك رجل افعال وليس اقوال لا يعني ده برج الحمل بقى محتاج كلام كتير رجل فعلا افعال وليس اقوال بمعنى ما يقولش كلام كتير بس يفعل ممكن يكون مش رومانسي بيعرفش يعبر بس قمة الحنية حنيته جواه انما مش براه يعني يديك عينه يتوافق مع برج ايه الحمل مع الاسد ومع هو عموما بيتوافق مع الابراج اللي هي الناريه اللي زيه يعني حمل يتوافق مع الاسد ويتوافق مع العذراء احيانا مع الكوز برضو يبقوا عملوا ميكس حلو جدا مع بعض ليه لانه اصل هو شخصيه مش رومانسيه مش رومانسيه زي ما بيعرفش يقول كلام حلو بس بيعرف يتعامل كويس فبيحب ليه ست الاسد او ست القوس لانهم حنينين جدا ورومانسيين وهو يحب كده قوي شخصيه جدعه بقى بصي فوق جدعه دي تقولي جدعه بزياده جدا جدا فوق متخيل اللي هو مش هيتخلى عنك نهائي لا جدا بجد في طباع على فكره احنا لو هنحلل كمان اكتر من كده نخش في تفاصيل فوق متخيل لا حبيبينا كلنا برج الحمل مش كله في عشريه فيهم ملعونه برضه لا يبقى خلينا على الحياد طيب معانا اتصال الو استاذه اسراء الو فصل طيب معانا 99 جات لنا مسج 99 عذراء 99 رجل ولا ست؟ رجل رجل عذراء برضه هقول برضه نفس الصفات اللي قلناها قبل كده انا بقول لحضرتك يعني الملامح بتختلف كتير في التحليل كمان بيبقى ادق بكتير تمام انما هنقول حاجات مبدئيه برضه هو شخصيه طيبه جدعه خدوم جدا للي قدامه وبيستنيش مقابل من حد بيعمل افعال كتير خير جدا جدا لله يعني هو تملي بيعمل بيشتغل عشان خاطر ربنا مش مهم عنده مكسب مادي او اي مكسب تاني
شخصيه تتمتع بصفات كتير، بس هو عيبها بس فيها عيب انها بتخاف قوي، بالذات الست كمان برج العذراء بتخاف جدا جدا. فيهم عشريه مرتبه وفيهم عشريه مش مرتبه بالمره. ده من الستات ولا من الرجاله؟ الاثنين. الاثنين غير مرتبين. الستات اغلب العذراء مرتبين جدا جدا، حاجه دي ويحبوا النظافه وتحب كده، هي كده يقول لك ست كده يعني ما شاء الله، يعني عايقه كده في نفسها. عايقه اهم حاجه الستات كلها تكون تمام. لا وحنينه جدا على اولادها. لو ست وراجل برضو نفس الكلام، حنين جدا على اولاده. ده برج العذراء، النوع اللي يستحمل ويشيل ويشتغل ويعني بص صبور. يعمل حاجات كتير جدا في نفس اليوم، ما تعرفش بيعمل ايه وايه وايه عشان خاطر بيته. فصبور جدا وكويس جدا يعني. استاذ يحيى الو. السلام عليكم يا فندم. عليكم السلام، اتفضل اهلا بيك. يا مرحبا. اتفضل. ممكن 15/3 راجل؟ 15/3 حاضر. اتفضل. 15/8 ست. 15/3 و15/8 15/8 ست. حاضر. 6 6 ولا 8؟ لا 15/8 ست. لا 15/3 راجل. 15/3 راجل. ايوه. و15/8 ست. تمام. حاضر. مش انتظر معانا، اتفضلي. طيب نقول 15/3 راجل، ده برج ايه؟ 15/3 ده الحوت. الحوت. الحوت بقى فيه يعني ايه، تحس ان في حاجات كده تخليكي تتعجبي. الحوت فيه عشريه هاديه قوي، هاديه بزياده، اللي هو ما تعرفيش تتكلمي معاه، لازم انت اللي تفتحي الموضوع. لو قعد يوم بحاله ما يتكلمش. شخصيه هاديه جدا وشخصيه حنينه جدا وحبوبه جدا وتدور على الحب اللي بجد، يعني ممكن الحوت. ممكن يكرس حياته كلها ما يتجوز، بس يدور على الحب. يا استاذ عمرو دياب غنى له الهضبه. لا بجد فعلا دي حقيقه. يعني يدور عنده قناعه، وبالذات قناعه في الحب بالذات. تمام. ان اقعد حياتي كلها مش مشكله، عايز استحمل واخدم نفسي عادي مش مشكله، بس ادور على حب بجد. حب يدخل حقيقي. يحس بيا واحس بيه، مش بس حب منظر، لا احس بيه واحس ان هو حس بيا. خلاص. حنين قوي قوي طبعا، هو معروف اصلا عنه الحنيه والحب والطيبه. في حته حلوه قوي اللي هو يعني بالمثل الشعبي كده، انا اقول لك يعمل من الفسيخ شربات. هو ده برج الحوت، بيرضى بقضاء ربنا عليه في اي حاجه. لو بادئ مشروع صغير وخلاص مفيش الا ده، قادر بثقته وبذكائه في ظرف مده بسيطه جدا يخليه حاجه كبيره قوي قوي قوي. لانه بيرضى تملي، عنده رضا نفسي، عنده رضا مع نفسه. وعنده قناعه مع نفسه. وعنده قناعه. تمام. الحته بس اللي فيه بس السلبيه شويه، ان هو ما بيتكلمش كتير، هادي قوي قوي قوي. لما انت بتفتحيه الكلام او الموضوع، برضه مش بيصاحب اي حد، بس لما بيصاحب بقى حد يكون قريب ليه قوي، بصي اتفرجي عليه تلاقيه بني ادم تاني خالص. صاحبه يعني. لا ومش صاحب، لا كلام وهزار وطريقه. اللي تلاقيه ما بيتكلمش خالص ده. بس بيبقى هو قريب من الشخصيه هو له اللي بيصاحبها. هو له عالم له لوحده. خلاص. مع ناسه برضه لوحده. فالشخصيه اللي جواه دي بتطلع بقى مع اقرب حد ليه، مع اقرب الشخصيات دي. طب 15/8 15/8 ست. بصي دي بقى اللي بيقولوا عليهم يعني ملكه النساء. دي ايه بقى؟ برج ايه؟ دي برج الاسد. الاسد. طيب معانا اتصال، هناخد التليفون ده وبعدين نكمل مع برج الاسد. الو استاذ كرم. الو. ايه يا فندم اتفضل. عاوز اعرف برج 81 و13 واحد. ايه؟ 81 و13 واحد. لا من الصوت مش هو. 27 واحد. 19 واحد. 19 واحد. 19 واحد. طيب حاضر. خليك معانا يا فندم. 19 واحد دون ده جدي برضه. الجدي. دي العشرية الأخيرة خالص من الجدي. طب نكمل الأول الأسد عشان الأسد كست. الأسد كست بقى اللي هي بيقول لك ملكة الستات، اللي هي الست المدللة، الست الحنينة، الست الرومانسية، يعني الست اللابقة، كل الملكة. هم قالوا عليها ملكة. الأسد السيدات. هم قالوا عليها الملكة. اللي هي القائدة بطبعها.
قائده حتى ما تخش في اي مكان تلاقي هي بتفرض سيطرتها على اللي قدامها، بس مش سيطرتها ان هي يعني جباره او متمرده، لا بتفرض سيطرتها شخصيتها بلذاذه كده، الشخصيه الاليفه الجميله اللي دمها خفيف، العاقله المثقفه الحكيمه، لا يعني فيها صفات كتير جدا حلوه. ممكن يكون ما فيش توافق ما بينها، في حاجه بسيطه قوي ما بين الحوت وما بين الاسد، ده لو العشريه بتاعت زوجها من العشريه الهاديه قوي دي، هي ما بتحبش كده، هي ما بتحبش كده، تحب لا الراجل كده يسالها ولا ومش ينكشها، لا ما بتحبش الراجل على فكره اللي يمشي عليها، لا ينكشها بالكلام، يسالها لا بس اي حاجه، يهتم بيها، يسالها، يتكلم، يقول لها عملتي ايه النهارده، سويتي ايه النهارده، حتى لو مش هيجيب لها حاجه، يعني مش هيجيب لها هديه، مش هيعيشها الاسد بس، ده كل الستات، كل الستات اكيد طبعا بتحب ان جوزها يهتم بيها، بس في ست تفضل الجو الشعري والرومانسيه عن الجو اللي عامل، يعني ممكن تعيش في جو ضيق جدا، مستوى مادي بسيط جدا وتبقى راضيه، بس المهم ان هي عايشه سعيده بالظبط. انما في ست تانيه لا تختلف من برج الاخر، اللي كده عشريه معينه من برج الجدي كست. طب 19. طب ناخد اتصال استاذه شيماء. الو الو السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت انا مواليد 5/5 وجوزي مواليد 31/7، فانا مش عارفه ازاي اتعامل معاه. انا اقول لك حاضر، خليكي معانا يا شيماء ما تقفليش عشان نتكلم معاكي، اتفضلي. 5/5 ده برج ايه؟ ده 5/5 التور. التور كست. طيب 31/7 ده اسد. اسد بس يعني انا عايزه اعرف لو العشريه الصعبه قوي من الاسد هقول لك تتعاملي معاها ازاي. انت معانا يا شيماء؟ طيب العشريه بتاعت زوج حضرتك حبيبتي اللي احنا قلنا عليها اللي هي الملامح اللي هي الغليظه شويه او الملامح الكبيره شويه، يعني شفايف مليانه، المناخير كبيره، القرى عريضه. طبيعي. خلاص انا هقول لك. الله يكون في عونك. حق يا شيماء ما تعرفيش تتعاملي معايا. الله يكون في عونك يا شيماء. تعالي حبيبتي جنب اخواتك هنا هنقول لك. هي بصي اولا بقى هي شخصيه طيبه قوي. وعارفه ليه الام، يعني عارفه بس هي التور. التور هي ام صغنونه كده، يعني حتى وهي صغنونه كانت تلاقي ام تحتوي اللي قدامها، تحتوي اللي قدامها، تحتوي اخواتها، تحتوي اصدقائها. ولا شكله شديد شويه عليها، فهي مش عارفه تتاقلم او تتعامل معاه. لا مش حته شديد بقى. العشريه بتاعت برج الاسد دي انانيه قوي جدا. ومش بيثبت على حاجه واحده، وبعدين عنده كذا راي. مش لا مش بيثبت على حاجه، يعني ما فيش حاجه بتملى عينه، يعني قليل قوي ما حاجه بتملى عينه. هو يكون بصباص. عشان كده يا شيماء يا عيني مش عارفه تتعاملي معاه. طيب معانا استاذه منى. الو ايوه عليكم السلام. سلام عليكم. عليكم السلام، اهلا بيكي. لو سمحت حضرتك انا ارمله وعندي مشاكل كتير جدا. 10/12 استاذه منى خليكي. انا ارمله وعندي مشاكل. طيب كتير احنا جداً. عشان استاذه منى هتاخد جانب لوحدي خالص، هنقول لها عليه لوحدك كده يا استاذه منى، هنقول لها ازاي تتعامل، ازاي تحل مشاكلها دي ان شاء الله، ان شاء الله وتطلع منها باذن الله. بإذن انما الله. احنا نكمل لشيماء ازاي تتعامل مع زوجها. مع زوجها. هو انا بقول لك يا شيماء هو فعلا شخصيه صعبه. على قد ما هو برده شخصيه جدعه جدا، شخصيه طيبه جدا، ولاءه كله لبيته، ممكن حتى يعني حتى لو بصباص او بيبص بره، بس هو عارف ان بيته مشكله كبيره جدا. مشكله كبيره، بس بصي في ده طبع، عشان يعني ما بيتغير. نقنع الناس ان في ناس اصلا طبعها كده، طبعها كده. بصي هو اولا من النوع اللي ما بيعرفش يحرك حد، فلو يعني اي واحده ماشيه في السكه قالت له انت عاجبني، لا وانت وانا كمان عاجبني، انت كمان عاجبني، حضرتك مرتبط. لا مش مرتبط. هو ما بيعرفش يبص يكسف اي حد، يعني عارفه اللي هو زياده تاتي ويا، يعني مش في زياده. طب نرجع تاني لشيماء معلش، بس معانا استاذه دنيا. الو السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا بيك، اتفضلي. عاوزه اسال على 11/6 11/6 و8/8. طب 11/6 ست ولا راجل؟ لا راجل. راجل 8/8/6. 8/8/6 ايوه. اساليها في اساليها في توافق اصلا ما بينكم؟ استاذ مفيش. عشان كده بسالك. الستات غلابه والله. معانا طب ماشي اوكي، هناخد اتصال تاني. انا عارفه مفيش توافق خالص. استاذه اميره. نعم اهلا بيكي، اتفضلي. مش انت بتاعت الابراج؟ ايوه. انا 8/12/2004. 8/12/2004. طيب ودي ست ولا راجل؟ ايه ست ولا راجل؟
انا ست. طيب في عندك سؤال تاني؟ طيب ماشي شكرا يا فندم. هنرجع تاني للاستاذه شيماء اللي هي اللي مش عارفه تتعامل مع جوزها. انت عايزه حلقه لوحدك عشان نقدر نقول لك ازاي تتعاملي مع شخصيه الاسد اللي بالطريقه دي. الله يكون في عونك. شخصيه صعبه شويه. تهتمي بيه على قد ما تقدري. أيوة. علشان ما يبصش بره وترجعي تعملي مشاكل وتقولي هو كمان في بصي في كمان يعني عيب شويه ان هو ايه ممكن يبقى هو اصلا هو غلطان مستمر يركبك انت الغلط. يجيب الحق عليها. لازم. لكن في عونك شيماء حاولي ان انت تمتصي غضبه وتحلي مشاكلك معاه بهدوء. طيب بعد كده كان في سؤال اللي هو 11/6 ولا الاستاذه الارمله. الارمله 10/12 هنديها روجيتا في الاخر. تمام يعني خلاص. دي خليها في الاخر. خليها في الاخر. طب خلاص بس عشان هي بتقول عندي مشاكل كتير وكده. تمام. في بقى 11/6 رجل و8/8 اللي هي انت قلتي في توافق بينهم اصلا. مفيش توافق. مفيش توافق. طب 11/6 ده برج ايه؟ جوزاء. ده الراجل الجوزاء. يا لهوي على الجوزاء. و8/8 لا هي بتقول 11/6 11/6 11/6 لا 11/6 التور برضو ولا ايه مش عارفه انت لخبطتوني والله بجد. طيب لا 20/4/25 تور 11/6 الجوزاء ولا الجوزاء؟ لا الجوزاء. تمام. طب 8/8 الاسد. الاسد برضو. طيب عشان كده انت سالتي بصي تملي اللي جوزاء بيلخبطني على فكره لما باجي اتكلم. هو من كتر هيبته كده الواحد بيخاف ما اعرفش بيه. الجوزاء لما بيحضر بيلخبط الدنيا كلها. طيب استاذه ايه الو؟ الو السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضلي يا فندم. ممكن برج ممكن 28/6 بنت. تمام. و 25/11 امرأة و 6/9 رجل. بص ممكن تقولي لي برج القوس والعذراء يتوافقوا مع بعض ولا لا؟ برج القوس والعذراء. وعايزه اعرف كل حاجه عن 28/6. طيب اوكي خليكي معانا وهنرد على حضرتك دلوقتي. تمام. طيب نرجع تاني لبرج الجوزاء المحير خالص ده. طيب معلش انا اسفه. استاذه اسراء اتفضلي. يا استاذه اسراء. وعليكم. عليكم السلام. عايزه اسال بعد اذنك 23/11 بنت. اتفضلي. 23/11 بنت. تمام. و13/12 رجل. حاضر شكرا. العفو يا فندم. هنرجع تاني لبرج الجوزاء والاسد الاثنين اللي مع بعض اللي هم ما بيتوافقوش مع بعض في التعاون. لا مفيش توافق خالص. تمام. اولا هو بيحب الست المطيعه قوي. الجوزاء. دي حقيقه. يعني تبص تمشي كلامه. بيحبش ست بتشتغل نهائي. ولو حب ست تشتغل بيبقى في شروط معينه وبيبدا يخنقها كمان بالغيره. يعني فيهم عشريه صعبه جدا. فيهم يعني هم برضو مقسمين 3 عشريات وكلهم صعبين. بس في بقى العشريه الاصعب وخصوصا من اول 6 يعني خصوصا في اول عشريه من شهر 6 او اول 10 او اول 10 او اول 15 يوم من شهر 6 من برج الجوزاء. لا ومن شهر 6 ما هو بيبدا من 5 بيبدا من 5. بس اصعبهم العشريه الاولى من 6. بيحبش ست بتشتغل خالص. ما بحبش ست اللي تتكلم كتير. لا عايز ست تقول لها كذا يبقى هو كذا. حاضر وطيب ومطيعه جدا جدا. ما يحبش حد ست تهتم بنفسها. لا تهتم بيه هو بس. تمام. هي بقى عكسه نهائي. هي طيبه جدا بس ما بتحبش حد يديها اوامر. ما بتحبش حد كده. ما فيش توافق. يقعدها من شغلها. طموحها عالي جدا جدا. ما بتحبش حد يكسر طموحه هو. لا بالعكس هو يكسر طموح اي واحده. تمام. الجوزاء فعلا شديد جدا. لا هو ممكن برضو في عشريه فيهم صعب سهل جدا ان يتخلى عن اي حد قدام مش مريحه فعادي سهل. الجوزاء في عيب ان هو ممكن يتخلى عن اي حد مهما كان حبه ليه او ارتباطه بيه. بس سهل جدا ان هو يتخلى كرامته عنه. عنده لحظة يعني. كرامته عنده فوق اي حاجه. هي كذلك برضو كرامتها عندها فوق اي حاجه. ففي عند في مين هيصالح. لا ده هيجي صالح ولا هي هتروح تصالح. فدي تبقى المشكله. طب ناخد اتصال معلش انا اسفه. الو استاذه منى. اتفضلي يا استاذه منى. في حد ثاني غير منى؟ ها
استاذه منى. طب حاولي تكلميني تاني يا منى. اتفضلي. معلش اللي ده بالنسبه زي ما قلنا للجوزاء والاسد. لا توافق بينهم صعب جدا على فكره. صعب. طب استاذه منى رجعت تاني، اهلا بيكي. ماشي يا استاذه، عايز اعرف كل حاجه عن برجي لان انا عندي مشاكل كتير. عايز اعرف الحاله الاجتماعيه والعاطفيه. تمام. وانا ارمله وعندي مشاكل كتير. استاذه منى مش انت 10 12؟ اه هرد عليكي والله. حضرتك بتقولي في الاخر يا استاذه. لا بصي يا استاذه منى، انا عشان هقول لك يعني هقول لك موضوعك كبير. هقول لك روشته كده تمشي عليها ماشي، تهديكي نفسيا وتخليكي تبداي حياه جديده ان شاء الله. طب قولي لي حضرتك الحياه الاجتماعيه والعاطفيه. ماشي خليكي طيب. معانا يا استاذه منى وهرد على حضرتك. حاضر حاضر. هي 10 12 اوكي. 10 12 10 هي هي. بس في اسئله ما ردناش عليها. في كان حد اتصل 8 12 6. ايوه 8 12 6. وحد تاني معاها ولا لا؟ هي بس هي بس. 8 12 ده برضو ده برج القوس. والعشريه برضو الاولانيه من شهر 12. او لا يعني الايام الاولى عموما من شهر 12. كست. وبرضو مدام منى مش هي 12 12 ما هي مدام منى 10 12. نفس نفس الايام. طب احنا برضو هنقول حاجات مبدئيه لانها بتختلف. تمام. الست في القوس هي برضو ست طيبه. ست سلبيه بس فيها عيب انها بصي بتاخد كل حاجه على اعصابها قوي. يعني ممكن لا يعني بصي بصي يا مدام منى، انت ممكن اصلا يكون مشاكلك بسيطه بس انت مكبراها بزياده. تمام. في حته ان هي عارفه مش بتريح نفسها. مش بتريح نفسها خالص. كل حاجه على اعصابها. لا وكمان بتفكر في كل حاجه. وانا اسفه ممكن تكون برضو ساعات يعني ايه حاطه يعني ايه حاطه دماغها وحاطه تفكيرها في كل حاجه. اللي ليا واللي ماليش. وده غلط. بصي عارفه اللي بيقول لك ايه مش مريحه نفسها الموضوع قوي برغم ان هو ممكن يكون حاجه بسيطه. واغلبهم بس على فكره اغلبهم بيبقوا رفيعين قوي في الجسم. ما بتهري وتنكت في نفسها. عارفه انا مش عايزه اقول مش عايزه اقول كده ان هي بتهري وتنكت طول ما هي قاعده. مش عايزينك تعملي ستريس على نفسك. اهدي كده. هي غيوره قوي بزياده. غيوره على زوج لو يعني لو في زوج ما فيش زوج حتى غيوره حتى على نفسها وعلى امورها. وعايزه اولادها يبقوا احسن ولاد، عايزه هي تبقى احسن ست، عايزه بيتها يبقى احسن بيت. واحنا الحياه مش عافيه. بالظبط. فهماني؟ فانا برضه هقولها في الاخر نعمل ايه بالظبط. طب احنا دلوقتي عايزين بس ناخد كده اخر سؤال معانا بقى عشان الحلقه بسرعه بسرعه خلصت. والله مش مصدقه. طيب اكتر برجين يتوافقوا مع بعض؟ الاكتر برجين يتوافقوا مع بعض زي ما قلت لحضرتك الحمل والاسد، بس برضه فيهم عشريات وعشريات. تمام. السرطان لان هو برج محايد وعقلاني يتوافق ممكن مع اي برج على فكره. الا البرج الغشيم يعني. يعني ممكن السرطان مع الحمل ما يقدرش. لان الحمل شديد شويه وكده. هو طيب جدا السرطان، طيب جدا. برضو الاسد مع الميزان وبرضو عشريه معينه من الستات. الميزان ما اتكلمناش عليه خالص. الميزان, الميزان كراجل حلوه جدا, جداً. الميزان برج كويس جدا جدا في كراجل وست يعني. فعلا ميزاتهم كويسه. تمام. جدا جدا. طب اكتر برجين ما يتفقوش مع بعض؟ الجوزاء والاسد. الجوزاء والقوس. هو الجوزاء دايما عامل مشاكل في كل حاجه. بص هو تعمل لي كده هاتي البرج الصعب واعملي عليه معادله في كل الابراج. هو برج الجوزاء يا جماعه صعب في كل حاجه جدا. لكن في مميزات كتيره طبعا في برج الجوزاء حلوه. جدا. في مميزات برضه عشان يا جماعه ما نخفلش على كده. وفي الراجل والست. وست اكتر. بس هل برج الجوزاء في الراجل بصباص او عينه زي فيهم عشريه صعبه قوي. فيهم عشريه ما يملاش عينه خالص. اي واحده اي واحده مهما عملت. بصي هو في نظريه عنده بس في عشريه يا جماعه عشان ما نقولش كله. مش كله. في عشريه تقول ان الستات كلها ربنا خلقها انواع. فازاي ان انا ما اشوفش كل الانواع. المانجا والفراوله ازاي يعني لازم اخد من كل انواع. لازم ادوق الطبق كله. دي عشريه فعلا منها صعبه شويه. انما في المجمل هو شخصيه طيبه جدا وجدع جدا وخدومه قوي قوي للي قدامها. وبصي لابق كده يحب البرفان ويحب الشياكه ويحب اللباقه. يكون سنجت. ايوه دي حاجه عنده. عايزين نكون زعلنا حد مننا النهارده من اي برج
وان شاء الله هنكمل في حلقه ثانيه موضوع الابراج مع استاذه هبه، لان الموضوع طويل جدا وشيق جدا واحنا نفسنا مش بعناش منه. طب اصلا هو مفيش حتى دقيقه نقول لبروجيتا سريعه كده للسنه الجديده؟ طب فلا اتفضلي بس. طيب. عشان فاضل معانا بالظبط 3 دقائق. طب تمام، هي دقيقه واحده ان شاء الله. أوكي. في هنعمل يعني هنقول حاجه كده بسيطه وجميله لكل الابراج وكل الشخصيات، ازاي تكسب حياتك من جديد للسنه الجديده. تعمل ايه؟ عندنا ابدا من دلوقتي، هنعمل جدول بسيط كده، جدول هتعمله انت بايدك وتصنفه. ايه اللي انا قصرت فيه السنه دي وحياتي ما كانتش مظبوطه، وابدا اظبطها السنه دي، واخد اعلم كده بقلم عشان ابدا السنه الجديده ان شاء الله على خير، ويبقى فيها رزق كتير ورزق وفير، والدنيا تبقى تمام، والدنيا تبقى حلوه. فهي اي حاجات بسيطه احنا عايزين بقى الحلقه نستضيف حضرتك باذن الله، تعملي لنا تحليل لكل برج ان شاء الله، ونتكلم في مواضيع كتيره مع حضرتك احنا مش بعناش منك. وكل سنه وحضرتك طيبه وشرفتيني جدا النهارده. وكل سنه وانتم طيبين، ويا رب نكون افدناكم بالابراج، وانتظروني في حلقه جديده ان شاء الله مع هي وهو.